على مدار الأيام اللي فاتت مفيش حديث على القهاوي ولا الكافيهات ولا البيوت ولا الناس عموما في مصر إلا عن مسلسل جعفر العمدة. إيه الحكاية، حكاية المعلم جعفر اللي بقى بيفكرنا زمان لو تفتكروا روايات الأديب الكبير نجيب محفوظ زي الحرافيش وغيرها والفتوات. فطبعا قصة مسلية شيقة فيها أحداث، المخرج بيبقى حريص على أنه نهاية الحلقة تبقى فيها تشويق، فتبقى أنت مستني الحلقة اللي بعدها إيه اللي هيحصل. حكاية أنك تخلق يعني ده من خلال دراما أسطورية شعبية بتخطف إعجاب الجمهور بشكل كبير، الجمهور الشعبي، وقدرت أن هي حلقة ورا التانية تتصدر الترند وتبقى موجودة في مصر والوطن العربي، والناس طول الوقت بقت بتعمل فيديوهات. عارفين أنتوا برضو لما مثلا الفرق الرياضية لما بتفوز فتلاقي فريق هنا وفريق هنا وجمهور، فبقى كمان جمهور السوشيال ميديا هو نفسه متفاعل وبيهيص زي ماتشات الكورة بالظبط. الحلقة اللي ظهرت فيها براءة جعفر العمدة، فالناس بقت يعني بتتفرج وهي يعني هايصة كده زي الماتشات بشكل كبير. وطبعا ده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا، ايه سبب نجاح جعفر العمدة؟ ايه العناصر اللي خلت الناس تحبه او ان الناس تتابع او ان الناس تبقى حاسة ان هي بتتابع وكأنه ماراثون يعني فني درامي شغال على الهواء الناس بتتابعه طول الوقت. تعالوا كده، شايفين هنا دي الناس على فكرة بتهيص انه جعفر العمدة طلع براءة، يعني كأنهم بيتفرجوا على ماتش كورة، يعني هو ماتش كورة بس ماتش فني، يعني ماتش دراما فنية بس تحولت الى ماتش كورة والناس تفعل. تعالوا نروح للناقد الفني رامي المتولي اللي هيقول لي ايضا ما يراه من خلال هذه الترند وهذه الحالة من الدراما اليومية في رمضان. مساء الخير. مساء الفل، ازي حضرتك يا استاذ؟ ازيك انت وايه الاخبار؟ قول لي ايه الحكاية، يعني الناس بتستقبل دلوقتي على السوشيال ميديا اخبار جعفر العمدة وكأنه بيقود الفريق الدرامي للمسلسل، يعني والبراءة كانت الناس محتفية بيها في الشارع. دي حقيقة، يعني الكل كان على اعصابه. اعتقد السبب الرئيسي في ده هو ان الجمهور المصري بيحب حاجتين رئيسيتين، البطل الشعبي اللي بيعكسوا فيه مشاكلهم كلها وانتصاره بيعتبر انتصارهم، ودي تيمة موجودة تقريبا في المسرح المصري واتنقلت من المسرح للسينما من السينما للتلفزيون، والجزء الثاني هو تيمة الانتقام. يعني دول من اكتر الحاجات اللي بتخلي الجمهور يلتفت للعمل الفني. طبعا لازم يكون العمل الفني ده بيوظف الجزئين الحاجتين دول بشكل جيد علشان يقدر يحظى بالمتابعه ودي الاهتمام الكبير اللي احنا شايفينه دلوقتي. تمام. طب انا عايز اسالك كمان عن الخلطه نفسها والخلطه بتاعه جعفر العمده، واعتقد انه الحبكه الدراميه والتشويق مع كل حلقه بانتهاء خبر هو هيكون موضوع الحلقه اللي بعده، فاعتقد ده كمان بقى بيشد الناس، يعني الناس بقت تنتظر الحلقات عشان تكمل التفاعل ما بينها وما بين المسلسل. هي دي حقيقه، هي طريقه كتابه المسلسل نفسها متسقه جدا مع نوعه. من البدايه اصلا المسلسل متاكد على ان هو يعمل عالم شبه خيالي مش موجود اصلا على ارض الواقع طبعا، وده جزء من جاذبيته. فالفكره هنا ان احنا عارفين ان هو عالم خيالي مش هيحصل في الواقع، بس احنا بنتابع القصه المسليه بنشوف الوضع ده هيوصل معانا لايه. فالميزه في السيناريو ان هو طول الوقت في احداث وخطوط فرعيه مهمه بتبقى متدفره في مع الاحداث الرئيسيه بتكون موجوده، مش مجرد ملو او حشو زي ما احنا بنقول باللغه الدارجه. في مسلسلات كتير بتقع في الفخ ده. صحيح، هو خلينا نتفق هو عامل بنى للسيناريو بتاعه بانه كل حلقه في حد ذاتها وحده، وبعدين كل حلقه بتعالج موضوع بيشد الناس. ادي احنا مشدودين ومكملين مع جعفر العمده حتى النهايه. الناقد الفني رامي المتولي بشكرك شكرا جزيلا على تحليل هذه الخلطه الدراميه لمسلسل جعفر العمده.